دلوقتي معانا على التليفون المؤلف الدكتور أحمد عاطف. مساء الخير عليك، ومسألة إنك دكتور ده خلاك تكتب العمل ده، وعايزه كمان يعني أبارك لك على المسلسل. الحقيقة محقق نجاح كبير جدا جدا، الناس كلها على السوشيال ميديا بتتكلم عن بالطو، وخصوصا المجتمع الطبي. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. أهلا بحضرتك الأول، مبسوط جدا أنا معاكي. يعني احنا متشرفين بيكم الحقيقه، والعمل يعني عامل نجاح كبير جدا وسط كل الناس. ومساله الكتابه الكوميديه وانك تحول كتاب كتبته اوريدي لسيناريو، دي اول تجربه ليك صحيح؟ اول تجربه دراميه. اول تجربه كسيناريو حوار طبعا ليا في الدراما. قبل كده كنت بكتب كتب ساخره وبكتب على السوشيال ميديا، وانا اصلا كده كده من زمان من صغري يعني كنت بكتب قصص وحاجات والموضوع قل بقى لما دخلت طب والمذاكره والكلام ده كله، وابتديت ارجع تاني بقى لما ايه خلصت الكليه. طب الكتاب شبه اللي انت عديت بيه في حياتك او زودت حاجات من خيالك؟ الكتاب ده تعتبر يومياتي في الوحده الصحيه. انا اول ما اتخرجت بقيت مدير على طول، فمش عارف اي حاجه في اي حاجه. زي دكتور عاطف يعني، انت عشان كده سميت عصام عمر دكتور عاطف. ايوه انا يعني احنا حتى ما بيننا وبين بعض كاصحاب احمد عاطف دي زمايلي كلهم بيقولوا يا عاطف، لان انت عارفه احمد ده اسمه منتشر جدا فعلى طول عاطف. فعشان كده انا سميت عصام عمر عاطف، لان ايه مش هيبقى احمد بقى، لان في مليون احمد في البلد يعني. فكانت شخصيه دكتور عاطف. ايوه بالظبط. طب انا عايز اعرف التحديات اللي قابلتك علشان تحول الكتاب لسيناريو واول تجربه دراميه، ودي نقطه مهمه جدا الحقيقه، انه واضح انه معظم الكرو بتاع العمل تجارب اولى ليهم، واخدين يعني دي فرصه مهمه جدا جدا يعني. من اغرب الحاجات في العمل ده بالذات ان هو انا اول مره اكتب سيناريو حوار. عمر اول تجربه اخراجيه ليه في الدراما، عصام عمر اول بطوله ليه، مريم الجندي اول بطوله ليها، فناس كتير كده اول حاجه ليهم يعني. لو هو يا دكتور احمد حضرتك بتقول انها حاجه غريبه، لكن الحقيقه انه المفروض ده اللي يكون بيحصل، المفروض انه ننتبه انه يكون عندنا. انا بقول حاجه غريبه ليه؟ يعني صغير من المبدعين لازم يخرج للنور، خصوصا واذا كانوا فعلا موهوبين بالشكل اللي احنا شايفينه. بالظبط، ما هو ده لا يا جماعه مش لازم، هي الخبره مهمه وكل حاجه، بس لما الشغف بتاع الناس الموهوبه زي عصام عمر زي عمر المهر، الناس دي لما بتحب تعمل حاجه هي طاقه، كلهم طاقه، فطلعوا دي يثبتوا نفسهم يعملوا كل حاجه مع مرور الوقت. خبره كل حاجه. هو قول الغريب ليه؟ لان الغريب يعني في ناس في مواهب شابه كتير طلعت بنفس الطريقه، بس ما كانوش كلهم كده، كلهم شباب وكلهم اول مره. فده ريسك اصلا لوتشت انها تعمل كده. عشان كده يعني انا حابب اشكرهم جدا انهم كانوا واثقين فينا كلنا وادولنا مساحتنا تماما. يعني ممكن برضو شركه تعمل كده بس ما تديناش المساحه الكامله ان احنا نشتغل براحتنا ونعمل الحاجه اللي احنا عايزين نطلعها وكده، اللي هو ده لسه مبتدئين ما نسيبهمش لوحدهم. لا، هم سابونا لوحدنا تماما وان احنا نعمل الحاجه اللي بنحبها بدماغنا، وده حاجه كبيره جدا، وده اعتقد من اهم الحاجات ان المشروع طلع بالشكل اللي احنا بنحبه. محدش غيرت في حاجة يا دكتور؟ غيرت في حاجة؟ اتفضل كم. لا تمام خلاص كده زي الفل. كنت عايز اسألك، غيرت في حاجة من الكتاب للمسلسل؟ طبعا يعني الكتاب يعني مش رواية بمعناها الحرفي، هو كان يعتبر زي مذكرات ليا او موضوعات منفصلة مفصلة، وبحكي ان انا اليوميات بتاعتي كمدير وقابلت ايه وحصل لي ايه ومش عارف ايه، لكن ما كانش فيها اللي هي ايه البداية والوسط والنهاية اللي هي بتاعت الدراما والحبكات الدرامية والحاجات دي كلها. فده طبعا عشان احولها لمسلسل طبعا اشتغلت عليها، ومش كل الكتاب موجود في المسلسل ولا المسلسل هو الكتاب، يعني حتى اللي بيتفرج على المسلسل مش هيعرف المسلسل هينتهي ازاي، النهايه مختلفه يعني. بالظبط، ودي كانت فرصه ليا انا، من اكتر الحاجات اللي حمستني ان انا اعمل سيناريو وحوار، لان انا الكتاب من 2016 تمام. فلما بقراه دلوقتي بحس ان هو ايه، لا الموضوع ده كان المفروض اتكلم عنه بطريقه ثانيه، كنت المفروض اتكلم عن حاجه انا ما اتكلمتش عليها، ازاي نسيتها في الكتاب ما كتبتهاش. فالسيناريو ومسلسل بالطو كان فرصه ليا ان انا اقبل المشروع بتاعي بطريقه اللي هو اكتب بالطو فانيلا وتاب تاني، بس بطريقه تانيه اللي انا شايفها دلوقتي.
من وجهة نظري دلوقتي. فدي كانت فرصه حلوه قوي ليا وابتدينا بقى نشتغل عليها بس يعني. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه ان المسلسل معبر عن طبقه كبيره جدا جدا من الدكاتره اللي اهاليهم بيبقوا نفسهم يشوفوهم دكاتره من وهم صغيرين ويعيشوا التجربه دي، ويبتدوا بعد التخرج يشوفوا هم ازاي يقدروا يبقوا دكاتره وازاي يواجهوا المسؤوليه الكبيره دي، لكن باطار كوميدي الحقيقه يعني شدد الناس بشكل كبير، والناس على مواقع التواصل الاجتماعي طول الوقت بتتكلم عن المسلسل. كل التوفيق والنجاح دكتور احمد عاطف مؤلف مسلسل بالطو، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.